السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، هل نصلي بالنعلين؟ هل الصلاة بالنعلين؟ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وهو حديث حسن. هناك سؤال: كيف نطهر النعلين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.